مونفلوري بالعاصمة يشدك فضاء هندسي متميز، ترويج جدران وحكايات عن موروث فني وثقافي تونسي أصيل. فضاء يغريك بالاقتراب منه والتعرف عليه، فتجد نفسك في عمق الأصالة التونسية بمكوناتها الثقافية وخصوصياتها المعمارية الهندسية. والفضاء الثقافي ريحة البلاد لصاحبه المهندس والفنان لسعد الزواري اللي اختار إقامته على أنقاض مصب للنفايات. فقد كان هذا الفضاء مكاناً استعمل مواطن الجهة لرمي الفضلات، فغامر هذا الرجل بكل جهده لإعادة تأهيله وتحويله إلى قطعة فنية. البلاد ترجمة أخرى لعطور تونس ليبقى المكان بمكانته الثقافية المفتوحة على الجميع وللكل الآن وهنا. حسيت بيه لسه يعني خاطر كي عملت شوروم، هذه أنا سميها شوروم قبل ما تولي مركز ثقافي، اللي هي نعرض فيها لمسات الفنية اللي أنا نصدرها ما نبيع بها حتى شيء في تونس. معناها اللي ترى فيه الكل هذا هو سيت شوروم اللي أنا نستخدم كليون إترونجير بور روغاردي، هما يشوفوا mais c'est un défilé de couleurs, défilé de matières, d'une façon en beaucoup de celui qui a fait ça est capable de faire beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on arrache les marchés. هذا في اختصاص يعني اللي هو الكرياسيون اللي هو التصميم التصاميم الفنيه والحاجات هذه. هذا ريحه البلاد كيفاش انا نراها، معناها بالقوم تاعي انا، خاطر مالوريزمون في تونس معناها مش بون مش انا نقول مالوريزمون مي برسك تو لي زارتيست سي ترافاي سو لا ميم ايماج. مثلا نحن سيدي بوسعيد نخدموا عليه في السياحه، نخدموا عليه في الفن، نخدموا عليه الور كاين تونس ولات ابيض وازرق برك. صحيح هي تونس لكن تونس بلان كولور. هنا وريت انا كوم كوا لي تونس راهي فيه برشا الوان، برشا سيراميك، برشا بانتور، فيها برشا كرياسيون. انا سميتها ريحه البلاد خاطر انا ريت ريحه البلاد في الباتريمون نتاعنا اللي هو خذا توش من عندي انا، توش مودرن. هنا تلقى مثلا حاجات عندي قديمه وحاجات مكمله المسيره نتاعها ولات مودرن دو فاسون، فما مارياج بين الباتريمون وبين المودرنيتي اللي هي فيها معناها بوكو دو ريشيرش. الور انا معناها قعدت مده نلوج على الاسم، لكن فرادتني كلمه ريحه البلاد غنيه الجاموسي، خلينا الاسم هذا وسميناه ريحه البلاد. معناها ورد وياسمين يابا ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا ريحة البلاد يا خويا أغلى من العين. هي تجربة مميزة وحلم رجل تونسي، هي فكرة بدأت بسيطة وكبرت في رأس المهندس والفنان والمبدع لسعد الزواري، هي لحظة صدق تجاه بلده وخدمة في مجال أحبه ونشأ فيه. حبه للفن ولتونس كان دافعه لإنجاز هذا الفضاء، وذلك بعد بروز فكرة الاستثمار في القطاع الثقافي. فبعد سنوات من الهجرة كانت القناعة بإنشاء مركز ثقافي. من بعد غياب سنين هو تونسي كان يعيش برا، قرأ توسكي ارتستيك اكتيفيتي معناها كولتوريل ارتستيك، عملت ان بو دو سكولبتور، عملت سيراميك، عملت ار بلاستيك، عملت ار ميتي، عملت اركتكتور باتريمون، عملت بوكو تشوز اللي هما يخولوني باش انا جو توش افيك لي مان، يعني نعمل اي حاجه هاند ميد معناها تكون ارتستيك. فوالا هذا لسعد الزواري. كنت ناش برا دورت بريسك برشا بلدان، عندي اختصاصات اخرى بعيدة عن الفن اللي هي الرياضه وبرشا حاجات اخرى. الور كنت نعيش لبرا، درت بريسك 75% دو موند. معناها نحب نسافر، نحب نشوف، نحب نعمل زاجور لمخي، نحب نتعلم برشا حاجات، ورجعنا فوالا. رجعت لتونس على مراحل مش مرة واحدة،
رجعت خاطر بلادي، خاطر نحس بروحي اكثر هنا، وخاطر زاد مش البينيفيس كله فلوس، يا بوكو دو بينيفيس في الحياه، معناها اللي هي فاميلتك اللي هي بلادك اللي هي ارضك اللي هي تو صرت مامون في عمرك لازم تولي تعطي ما عادش تاخو. هذا علاش رجعنا لتونس. معناها فكرة إحداث هذا الفضاء نبعت من إرادة صاحبه الذي أراد من خلالها تنشيط الحركة الثقافية في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية. برشا ناس يجيوني يقول لي علاش اخترت البقعة هذه، هذه الميساج الكبيرة، معناها هذه أنا نعتبرها إنجاز عظيم جدا، اللي هو علاش زيتون جربي وعلاش مونفلوري هنا، معناها يعني واحد اخر يجي من برا وشو عنده شويه ماديات يختار كارتاج، يختار المراري، يختار المرسى، يختار. وهذه غلطه كبيره بالنسبه للفنانين، معناها معناها انا جوفوا كو لو رول دان ارتيست سي توصل انت مستوى معين ما فيها باس تكركر معاك الناس تطلعهم معاك، معناها هذا الرول بتاع الفن، معناها سينو ما حكايه زايده، معناها لازمك انت تذي اذا كان تعتبر نفسك فنان او تعتبر نفسك مبدع، لازم اللي بجنبك الكل يتلسعوا من الفن نتاعك او يتلسعوا من الابداع نتاعك باش تطلعهم شويه، معناها تغير لهم شويه الحياه نتاعهم، معناها والكومبورتمون نتاعهم. الناس هذوما اللي موجودين تو في زيتون جربي هما تو اهلي وماليه، معناها باش تقول لي سي ديفيسيل دو شانجي، مي اللونجاج اللي حكينا به وال وجي كونستاتي كو لو كومبورتمون معناها نتاع، معناها احسن حاجه تغير بها العباد هو الكومبورتمون. انت اش تعمل العباد كي تغزل لك شنو تعمل خير من اللي تسمعك شنو تقول. الور لا بروف اون شانجي المنطقه هذه، والمنطقه هذه معناها انا عائلتي فيها اربعه من الناس، ولات فيها هالحي هذا الكل، ترى الكل الفاميليا نتاعي، معناها ناس شافوا الاكسيون اللي عملناها احنا هنا، هي ارتقات بالجهه وارتقات وضوات البقعه، ولات ديستيناسيون بور لي ستار، ولات معناها ديستيناسيون بور لي زومباساد، ولات برشا حاجات معناها، فهمت؟ فهذا هو الميساج الكبير، معناها راهو نجموا نعملوا. الناس الاخرين باش يقولوا لك والله هو عمل خاطر عنده الفلوس، كنت نجم نعمل حاجه اخرى بالفلوس، كنت نجم حاجه اخرى نبني بلاصه في قمرت ولا في المرسى ولا مد ساقيه ونهار كل شيخات ودرشون. هو سي ان كاركتير، معناها فما ناس تشيخ بالفاسون هذيك، وفما ناس تشيخ شويه هكاك ما تشيخ بالحاجه اللي تعملها، هي تحس روحه مهم ولا مش مهم، معناها فهمت؟ انا من اول نحب روحي نحب روحي نضوي، معناها نحب روحي الناس بجنبي، نحب روحي نعمل حاجه، فهمت؟ سي مون كاركتير. بارفوا نخسر برشا فلوس، انا على فكره جات في مخي، معناها ما تجيبش فلوس مي سي اسونسيال، خرجتها لبرا وقديتها، فهمت؟ سخر المهندس لسعد الزويري ثقافته الزخرفية في الهندسة المعمارية، ووظف تجربته لأجل إضفاء طابع معماري هندسي خاص لهذا الفضاء. قدم تونس كما هي، كما رأيها وتصورها بخصوصياتها التي نحب. وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم يحكي البلاد موقفها، تلما واحد شاف ودار وكل شيء يقولنا كيفاش نجسموا الحاجات اللي شفناها في حياتنا الكل في بطاقة تعريف، في لوحة، في حاجة تولي كيس كون بو فير، احنا انا كراسة الزويري شنو نجموا نعملوا، أو المسيرة نتاعنا شنو خلفت فينا. ف يعني جات الحلمة هذه، الحلمة ديما نقول لك هي بدات بشوروم، خاطر قبل ما كانش عندنا الحق نعملوا أكثر من شوروم ولا قاعة عرض، ولا كانت تفكر في مركز ثقافي ولا حاجة، كانت ما نقولكش صعيبة، ما كانت شبه مستحيلة، معناها الأوراق والدنيا ودار شنو، ومركز خاصة مركز ثقافي، مش باش تحل رواق أنت، مركز ثقافي، يعني احنا عندنا الاختصاصات الكل موجودة هنا. ألور كانت العملية صعيبة شوية، زيد أنا بحكم أني مش موجود في تونس هنا، كانت الحكاية تطلب برشا أوراق وبرشا، قلت خليني نبدأ، حتى الناس اللي تعرف الفضاء هذا كانت تقف فوقاني برك، معناها بدينا به. وبعد الثورة عملنا التياتر وكملنا السينما وكملنا كل شيء، لكن الحكاية جات على مراحل. كيفاش رجعت هذا لتونس؟ رجعت أما معناها في مخي باش نعمل أمبيجو دار، معناها في مخي باش نعمل باش نزرع حاجة، في مخي باش نوري ليتوش نتاعي، معناها ما نقعدش نصور في لي ماكيت، نوري في العباد ولا نوري هاوش عملت أنا في البقعة الفلانية ولا الفلانية، لكن كيف خممش نعمل تجسيم للليتوش ارتستيك اللي نجم نعملهم أنا، لكن نكونوا منبع من الفخار التونسي، من الماتير التونسية، من التاريخ التونسي، من ليدونتيتي التونسية، من الحاجات هذوما، فهمت؟ الناس اللي يحبوني واللي يدهني.
تدخل المكان فيأخذك الحنين إلى أزمنة أخرى من تاريخ تونس، حيث الألوان والفوانيس والانشرار والخزف والأبواب والنوافذ والإضاءة والمنسوجات والحديد المزخرف، العديد من نفائس الحرف والصناعات التقليدية التونسية، كل شيء يوحي بالابتكار. تحفة فنية من تصميم لسعد زويري، فيها تناسق وتناغم بين الألوان والأثاث، فضاءات مغايرة للمألوف تجمع بين الأصالة والحداثة. يعني حسب الاسباس اللي عندنا حاولنا نقسموه، ولكن في نفس الوقت ما نضيعوش الاركتكتور نتاعنا معنا. يعني احنا تو قاعدين في المكتبة، عندنا المكتبة الأدبية وعندنا المكتبة الشعرية وعندنا المكتبة هذه البقعة اللي قاعدين فيها، هذه المكاتب اللي فيها. ولكن كي نخرج لبرا قبل القاعة هذه عندنا المكتبة الموسيقية وعندنا المكتبة السينمائية وعندنا قاعة المحاضرات دون ما تدخل الفضاء، قاعة المحاضرات اللي فيه الطاولة الطويلة ذيك نقرأ فيه الشعر، نصحوا فيه الدواوين، نعملوا فيه الاجتماعات الثقافية بالنسبة للأعداد اللي ما تكونش غفيرة برشا معناها. وعندنا زادة التياتر لوتا اللي هو فيه برشا لمسات فنية. لسعد زويري خصص كل ما يملك لأجل إقامة هذا الفضاء اللي اختزل فيه الخصوصية التونسية كما هي مرسومة في ذاته، فضاء أسس للثقافة الوطنية داخل أحياء العاصمة، ولم يطلب صاحبه دعما ماليا من وزارة الشؤون الثقافية، لكن ما يطلبه زيارة للتعرف على الفضاء الذي انفرد بعديد الخصوصيات. أنا نحبش نصنف روحي للناس اللي تبكي على الوزارة معنا، ما عطتنيش وما عملتنيش وما قدتنيش وما أدري شنو، خاطر الوزارة ما ضربتنيش على يدي. أنا اخترت الفن، أنا اخترت العمل الإبداعية، الأعمال الفنية، لكن في نفس الوقت أنا خلقت المعادلة معنى جنب أعمالي الفنية خلقت شركة مصدرة وخلقت شركة هي اللي تصنع، وكسرت رأسي باش نجمنا ندخلوا الفلوس وباش نعملوا معناها نصرفوا على رواحنا. مش معناها مانيش محتاجين لدعم الوزارة، لا بالعكس، أنا حبيت الوزارة باريزومبل الناس اللي كيفي أنا تاخذهم ان اكزامبل كي تقول والله هاو فلان جبد من مكتوب وعمل، لا باش نعطيه انا وباش نعمله باش نقدله وباش نشجعه، خاطر نحب نتبعوا برشا ناس. داكوغ، ما نحبش الوزاره تعاوننا بفلوس، انا نحب الوزاره تعاوننا بالفنانين. وانا انشات او بنيت الصرح الثقافي اللي طالبينه من الوزاره ان تعطي شهاري للفنانين، كواكسوسوا مسرحيين ولا موسيقيين، يجوا ينشطوا هنا يعلموا الولاد الصغار وتخلصهم هي. ما نقولوش تحبوا فلوس وعطينا الفلوس والوزارة مقصرة والوزارة، أنا ما نستناش منها حاجة، خاطر السلاح الثقافي يلزمو خيال، وإحنا صراحة ماناش قاعدين نخدموا بالخيال. ألور بويسك ما فماش خيال، ما فماش مغامرة مع الخيال، أنا جوفوا اللي صعيب ياسر ثقافتنا معناها تتسلح مالوريزمون. نقول هذا بألم أنا، أما ابكي شنية الثقافة، خاطر كل واحد معناها يراه في الثقافة بالمنظور نتاعه هو. لكن الثقافة برنامج، برنامج معناها يتبع الأجيال كلها ويتبع شرائح العمر كلها ويتبع ويغرس حاجات معينة ويغرس طباع معينة في وسط العقلية نتاع الناس معناها، فهمت؟ أما مش معناها صحيح نجم ونفرح ونشطح ونغني، مش هذاك كل ثقافة، مش هذاك كل، أو مهرجانات أو الحفلات، مش هذاك كل ثقافة. نونا ثقافة برنامج، يعني برنامج فيه فلسفة فيه خيال. في أول زيارة أنا الفضاء هذا دونك قاعد نكتشف في التراكن اللي فيه وفي الديزاين اللي تخدم عليه الفضاء الكبير، هالصرح الثقافي الكبير اللي ما عندناش منه الحقيقة في تونس. معناها دونك أنا نحلم أنه دور ثقافة اللي عندنا وحتى مركز فنون درامية اللي عندنا في الجهات في البلاد ما يسالش ياخذوا من النموذج التونسي هذا عمله مواطن تونسي فنان عنده إبداع عنده خيال كبير. فضاء هذايا أنا معناها لا أخفيك سرا، وأنه إذا كان ما عنديش ليه مشروع من اللي شفته التوى حضر له في مشروعه بالحق لازم يكون لهنا. دونك إذا كان ما نعملش فيه مشروع بالتنسيق بالحق مع سي لسعد زويري اللي هو صاحب الفضاء هذا اللي هو فنان في الحقيقة، وقتها نسأل أنا سؤال كبير، أنا باش فنان وقتها؟
اي باش فنان وقت اللي فضاء كيما هذا نتعدى قدامه كل يوم ونغزر له ولا نجي نعمل فيه قهوه ولا نجي نعمل فيه معناها لقاء ونمر عليه مرور كرام وبالتعاون مع سيلا سعد. ما فماش اجتماع ما فماش فنان يقصد الفضاء هذايا ويلقى مسك. يقدم هذا الفضاء الواقع بشارع محمد مناشو بمفلوري العديد من الأنشطة الثقافية والإبداعية والاجتماعية، تظاهرات ولقاءات فنية وعلمية وبيئية كما مهرجان ريحة البلاد لسينما الأفلام القصيرة، تظاهرة نظف البلاد وشغل العباد، مشروع كلنا تونس كلنا الوطن، مواعيد ثقافية شهرية، ندوات برايف، نوادي للفنون من رسم وتصميم وصناعة الخزف، نوادي للسينما والموسيقى والمسرح. الفضاء هذا مسخر يعني كيما واحد يلوج على دارهم فوض يقعد في اوتيل يقعد في حاجة، لا يقعد في دارهم اللي هي كبيرة شوية، السالون كبير شوية، لكن انتوري بالإيدنتيتي نتاعنا التونسية اللي هي تعطي الفنانين شوية قريحة، تعطيهم شوية تفكير، تعطيهم شوية طمأنينة، تعطيهم شوية إبداع، تعاونهم على الإبداع. هذا علاش موجود السنتر، فهمت؟ يعني المكتبة كنت عندنا محلولة، الناس باش يجي يشرب قهوة ويقرأ أو يطالع أو يلوج على معلومة، ما نقولوش لا، أما كي تبدأ فما حاجة أخرى نرفضوا إحنا، برشا حاجات أخرى مش المجال باش نحكيو فيها. كيف الموسيقى معناها كيف الناس تحب تعمل ريسيرش تلقى مكتبة موسيقية، يحب يبرف، يحب يعزف، يحب يصور بارفوا الكوان تاع موسيقى بار اكزومبل. جيو ناس برشا عواجيه بعضهم يعزفوا، جيو ناس يحب يبرفوا، يحب ناس يعملوا مقهى ثقافي، تلقى فيهم شعر وتلقى فيهم بانتر وتلقى فيهم وناس تحل ديبا في يعني في الساحه هذه اللي قدامك، تحل ديبا ويحكيوا ويناقشوا مواضيع ثقافيه ابداعيه. هذوما كل الناس تجي قاعه المحاضرات اللي شفتها برا كيف يجيوها ناس كيما الجمعيات باش يعقدوا الندوه نتاعهم، باش يعقدوا الاجتماع نتاعهم، باش يعقدوا تجي فنانين يعني فنانين معروفين يجيو باش يقعدوا باش يتفاهموا بينات بعضهم كوميرسيالمون شنو يعملوا فنيا تقنيا. يوجد كذلك نشاط جمعياتي داخل المركز الثقافي ريحة البلاد لتعزيز العمل الثقافي لدى الناشئة. هي الجمعية تأسست توا عندها 3 سنين بفضاء ريحة البلاد، الفضاء هذايا اللي هو عبارة على صرح ثقافي، مركز ثقافي ريحة البلاد. حبينا الجمعية هذه تكون دورها تنموي بصفة عامة، فيها المجال الكل، فيها الثقافة، فيها الإبداع، فيها البيئة. قمنا بعدة ديزاكسيون عملناها في هذا الفضاء، حبينا بيها نكونوا فكرة كونوا البيئة تكون عندها عدة تمظهرات إبداعية فيما يخص سلوك المواطن، فاش معناها أن نحسوا بقيمة المجال البيئي هذا بأعمال ثقافية فنية إبداعية. هنا السنتر هذايا اللي هو فضاء الجمعية فيه فضاء مجال للنشاط على مستوى عدة فنون، مش نحكيو على المسرح، نحكيو على فن تشكيلي، نحكيو زادة احتضان وهذا مهم برشا، احتضان أنشطة الجمعيات في المجال البيئي. وكانت عدة معناها تظاهرات قمنا بها وجمعنا جمعيات اللي تنشط في المجال البيئي واحتضنت نشاطاتهم، وسيلا سعد رئيس الجمعيه وصاحب الفضاء هذايا استغللنا هالفضاء لابراز قيمه الانتاج الصناعي نجم نقولوا معناها في المجال البيئي، تمظهراته السلوكيه على مستوى البلاد كامله. معناها ثم نحب احنا رؤيه جديده في المجال البيئي، رؤيه فنيه، رؤيه ابداعيه تشغل عديد القطاعات وعديد المهن. الفضاء هذا كما احنا توا فيه هو مسرح، فضاء للعروض. المسرح نجم يكون هو السبور، معنى نقول هو المحمل الابداعي للانتاجات نتاعنا. الفضاء الثقافي ريحة البلاد يحتوي على قاعة كبرى للعروض السينمائية والمسرحية والموسيقية تتسع لحوالي 200 شخص بإكسسوارات حديثة وإضاءة مبتكرة ومسرح متحرك. يوجد في المركز الثقافي ريحة البلاد كذلك مكتبة موسيقية وأخرى أدبية وقاعة للمحاضرات واللقاءات وورشة عمل للابتكار والتصميم. هو فضاء مفتوح
لكل أصحاب المشاريع والبرامج الثقافية الجادة. نشرب من عيونا فري علي غالي أغلى من ضوء العين. هو الفضاء تعمل بحب ساعة قبل كل شيء. أنا من دومين والسبيساليتي متاعي أنا ما تخوليش أني نعمل حاجة كلاسيك، يزمني نعمل حاجة حسب اللي يفرض علي الفضاء. هنا لقينا أنه الفضاء نوريه، خاطر أنا من جملة عمالي أنا نعمل فضاءات كما هكا خارج تونس، معناها ديزاين اللي ترى فيه الكل مش نريهولكم نعمله خارج تونس. ألور هو ديمونستراسيون لتوش أرتستيك متاعي أنا ولتكنيك أرتستيك متاعي أنا. ألور هذا الفضاء كما قلت لك تعمل بحب، ولكن ورينا العباد كومون اون غانيو دي ليسباس. اذا بدا عندك قاعه صغيره، مش لازم تكون عندك قاعه صغيره، مثلا قاعه مثلا وحدها نتاع المسرح وقاعه الاجتماعات وحدها وقاعه الاجتماعات، فهمت؟ الور ورينا كيفاش اون بو غاني دو ليسباس با ليسباس هذا. يعني انت تو قاعده تنجم تكون قاعده في قاعه نتاع ريبيتيسيون نتاع بروفيت، نجم تكون قاعده نتاع نحطوا الكراسي تولي قاعه نتاع ريسبسيون، قاعه نتاع سيمينير، عندنا السينما يهبط الداتا شو نتاعنا اوتوماتيك زاد، فهمت؟ ولكن الالتيتود اللي موجوده هنا حتمت علينا باش نعملوا كرياسيون بريسك موجوده في العالم كان عندي انا بالتكنيك نتاعها وبالفاسون دو بوجي، معناها فهمت؟ اكزومبل لي زيترونجي اللي فيان ايسي يبهتوا ياسر، هما اقوى منا في الهيدروليك في الحاجات هذوما، لكن كي يلقى بلاتفورم فيها كاترتون تتحرك بلي فاسون ا موا ارتستيك يقول لك كيفاش؟ ما فيهاش لا كارت مير لا فيها فيران لا فيها حتى شيء، داكوغ؟ الور بالكرياسيون الموجوده برستك تكون موجوده في العالم كان عندي انا باللي تكنيك هذايا. نو زافون كاترتون هنا اون ابي سور ان بوتون يهبط هالكرادان هذا واللي معناها بلاتفورم تقعد عليها العباد ويهز 160 سبيكتاتور. الو التكنيك هذوما والحاجات هذوما يقول قال واش نعملوا فيهم؟ انا كنا نحطوا اربع كراسي وفي الموضوع. لا احنا انا كما تعرف كما حكينا كنا نعيشوا لبرا وكنت نعيش خارج تونس، ولكن سا سي ان بلوس بور لا تونيزي. يعني انا ما عملتوش للعمر لا لزايد، عملت لتونس. انا نخدم ابداع وبيئه، معناها من الابداع نخرجوا السبور هذاك يولي متداول حسب الحاجه نتاع البلاد ونبيعوا منه وندخلوا منه فلوس. الور كي تبدا انت عندك موفمون في الفلوس وبيع وشراء وتصدير ومحتاج اداره باش معناها باش تتمم الشيء هذايا، ما تنجمش ديما تكون فنان، بارفوا تكون شويه كونتابلي، بارفوا تكون شويه جيستيونير، بارفوا تكون شويه تسافر، معناها لازم باش تحرك الامور هذايا تكون انت بوليفالون، مخلط برشا مواهب، مخلط برشا اختصاصات. بارفوا حاجه نبداو ناقصين فيها نعملوا فيها فورماسيون باش نكملوها باش نقدوا، فهمت؟ مربوطه برشا احلام. ما تنجمش تحلم وانت ماكش مواكب العصر، هذه الكلمه معناها ما تنجمش تحلم وانت ماكش مواكب العصر سينو، وما تنجمش تحلم وانت ما تعملش ميزاجور لمخك، معناها حتى معناها يلزمك ميزاجور المخ باش مواكب العصر. فما تبارك الله دي جون طالعين، فما ناس تكنولوجيا قاعده تتطور، فما ترونسبور قاعد يتطور، فما الوان قاعده تتطور، فما ديزاين قاعده تتطور، لازم تكون على باج باش تنجم توصل للمسيره نتاعك. الانتوراج هذا كيف يجيني ناس كيما هذوما وجوه فنانين كيما هكا، معناها انا نكونوا مرتاحين اكثر، نحكي اكثر، فهمت؟ الور انا جو متروف في كوان كيما هكا، جو متروف تريز اليز، معناها سي امبورتون دو ترافايي دون ان كوان لايف، معناها يكون حي معاك، القطاع اللي فيها والكرياسيون اللي فيها تعطيك الهام، تعطيك تنحي لك الارهاق، تنحي لك ستريس، تنحي لك هذا هو القالب اللي نخدموا فيه. ريحة البلاد مركز ثقافي يستطيع تقديم الإضافة في مختلف التعبيرات الفنية والثقافية التونسية والأجنبية، من حيث مبادرات الفنانين والمبدعين التونسيين والجمعيات والمنظمات ذات الصلة، كما يمكن لوزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة استثماره من خلال بعض الأنشطة والعروض لطابعه الخصوصي من حيث الأصالة والجمال. هذه المغامرة والمبادرة تعتبر فعلاً نبيلاً، فالفعل الثقافي يظل دائماً هاجساً إنسانياً ووجدانياً وحاجة ماسة من حاجات الإنسان.